وللحديث عن واقع العراق بعد 20 عاما على احتلاله وفشل السياسات الأمريكية فيه، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والكاتب العراقي عادل الجبوري. حياكم الله أستاذ عادل. أهلا وسهلا بك قناتك الكريمة. أهلا بك أستاذ عادل. يعني بعد 20 عاما من احتلالها العراق، إلى أي مدى فشلت أمريكا بتنفيذ التزاماتها ووعودها التي قطعتها تجاه العراقيين، لا سيما فيما يتعلق بالعملية السياسية؟ نعم، أمريكا بعد غزوها للعراق الباطل وقرار بوش الأرعن وذيده بلير بغزو العراق وتدمير بلد آمن وجعله بلد معرض للسرقة لسرقة أمواله، ذهب العراق إلى مستنقع الميليشيات وإلى مستنقع القتل والنهب والسرقة. جاءوا بقادة يسرقون أموال العراق من أجل مصالحهم الخاصة. هذا هو جينات العراق، جينات العراق من هذه الحرب. بلير وبوش الأرعن لم يكن دخل العراق من أجل الأسلحة الدمار الشامل، لأنه لا توجد أسلحة دمار شامل، بل دخلها من أجل أن سيطر على نفط العراق وعلى ثروات العراق. وهذا نشوف العراق بعد 20 سنة اليوم أنه يتراجع يوميا من حال إلى حال أسوأ، لا صحة، لا تعليم، لا أمن، لا أمان. الميليشيات تجتاز المحافظات في قتل الناس. هذا هو ما جناه العراق من الغزو الأمريكي اللي قاده بلير وبوش. نعم، إعلان أمريكا أكثر من مرة أن الملف العراقي انتهى والانهيار الأمني قد جرت السيطرة عليه، بينما على أرض الواقع الأمور يعني تقول عكس ذلك. إلى أي مدى يشير ذلك إلى فداحة قرار الغزو وعدم الأخذ بالحسبان لربما لآثاره الكارثية؟ يعني قرارهم بأن يكون العراق بلد آمن وبلد مزدهر ووعود الأمريكية بأنه بعد سقوط النظام سيكون العراق من أرقى البلدان في الديمقراطية، نشوف أنه العراق أصبح أسوأ بلد موجود في المنطقة. في أموال المعامل الخاصة كلها أغرقت، المعامل الحكومية كلها أغرقت، الجيش لا جيش نظامي عندنا في العراق، الميليشيات تحكم العراق. هذا اللي جاء بالغزو الأمريكي للعراق. كيف أسهم احتلال العراق بتراجع نفوذ أمريكا فيه لمصلحة النفوذ الإيراني؟ الحقيقة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة علاقة جيدة، لكنه بالباطن، لكن بالظاهر أنه عداء، لكن لا عداء بين إسرائيل وإيران، لا عداء بين إسرائيل وأمريكا، العفو إيران وأمريكا، كلها في سبيل التغطية على ما يقومون به من أعمال ضد الشعب العراقي. المتضرر الوحيد في اليوم هو الشعب العراقي فقط. أمواله سرقت وتذهب إلى إيران وتذهب إلى حروب عبثية تقودها إيران في دول العربية، الحوثيين ولبنان وسوريا. هذا اللي جرى العراق اليوم من هذه الحروب. إذن أمريكا راضية تماما عن الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق؟ نعم 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 نعم، أمريكا الآن راضية على الوجود الإيراني، لكن لا تريد أن تصح أمام العالم حتى لا تكشف حقيقتها أنه دولة كاذبة، وهي تبقى دولة كاذبة ودولة مارقة. لربما يعني في ذات الإطار، كيف نفهم سياسات وتناقض أيضا الأحزاب والميليشيات في العراق التي تطالب برحيل القوات الأمريكية علنا وتوافق في ذات الوقت على بقائها ضمن الاستراتيجية الأمنية؟ هذه كل تداعيات للإطار الذي عندما دخل الحكومة نادى بأن تكون تحرير العراق من القوات الأمريكية، لكن بالداخل اليوم رئيس الوزراء
محمد السوداني دعا إلى بقاء قوات الأمريكية، بقاءهم من أجل الكرسي، لا تحرير العراق، من أجل الكرسي. هذا بيصير بالعراق. نعم. مجلس الشيوخ أستاذ عادل، مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى حاليا للتصويت على إلغاء التبريرات القانونية المستخدمة لمهاجمة العراق بعد 20 عاما من غزوه. ما آثار ذلك برأيك على العراق؟ هو المفروض اليوم أمريكا أن تنسحب من العراق وتسلم العراق للعراقيين ليجيروا العراق الوطنيين وليس العملاء عملاء إيران. اليوم إيران هي التي تقود العراق، إيران هي التي تحكم العراق. هذا اللي ما نرى أنه في العراق، إيران بواسطة ميليشياتها هي الدولة التي تحكم العراق، وهذا على الحكومة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية الآن أن لا ترضى بهذا الحكم وأن تقوم بترك العراق لأهله ليكون دولة بمصاف الدول العربية، وعلى الدول العربية أن تقف مع العراق من أجل أن يعود العراق سالم في الوطن العربي والجبهة الشرقية التي تصد الضرر الإيراني للأمة العربية كلها. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والكاتب العراقي عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.